السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، مرحبا كذلك بالناس اللي انضمت للقناة. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا في قناتي وقناتكم بشرة شانيل. إن لله وإنا إليه راجعون. الموت يفاجئ الفنان الحر في أعز ما عنده. انتم غادي تشوفوا شكون توفى ليه. الفنان الحر خلى بوست على حسابه الرسمي اللي كيقول فيه: البقاء لله، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، جدي في ذمة الله. وقال إن لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله جدي، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة. كيف مشى وقال بأن الجد ديالو توفى، الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين، الله يرزقهم الصبر. تعزينا الفنان الحر والعائلة ديالو، دعواتكم لي بالرحمة والمغفرة، الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. شكرا للمتابعة، إلى فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.